أي رمضان يفضل تربية تبارك وتعالى في كل إير نوس قوات أشكو يزيكو تقيس القرآن نغينا ربي تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وكان لغي في الدربي أيورات في كل إير نوس قوات هني قد قيس كان الفضائل فولكينين يفولكي عموما أتنتي تابعة أرسنتي سكار الآيات اللي سوالين في شهر رمضان سورة البقرة يود قسم ربي تبارك وتعالى الآية هتسوال في الدعاء لغنى ربي تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لغدير بالآية تدغ الآية الصيام حتنير ربي تبارك وتعالى أن نيل لنا رمضان ونيل لنا غير رمضان أن فلكي أي تدعو ربي تبارك وتعالى أشكو الدعاء غصان رمضان أرتي استجاب ربي تبارك وتعالى أرتي ترفع ربي تبارك وتعالى يفلكي الدعاء رمضان أشكو الجوارح عموما كلها زومنت الجوارح عموما زومنت استطعتنا ربي تبارك وتعالى أن نتقرب ربي تبارك بنادم صار ربي تبارك وتعالى صوزو مدنس أن إيقا أحرى باش بنادم أي سوق الدعاء أشكو أرتي استجاب ربي تبارك وتعالى غيرتنا رمضان حتى النبي صلى الله عليه وسلم قالتني ثلاثة لا ترد دعوتهم يا ود قيسن والصائم حتى يفطر وانا يزوم هن محد يزوم أركي غيفضر هن لستجاب ربي تبارك وتعالى الدعاء أي مغو مسلم أنك تقاتنس أي سوق غير أدعية الخير الدنيا والآخرة باش ربي تبارك وتعالى أتيك غير المربحين تولي ربحنين ويرد أن بركي